السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. ان شاء الله النهاردة حلقة مميزة هنعمل فيها وصفات حلوة جدا، غير كمان ان احنا هنستضيف خبيرة الاتيكيت النهاردة رحاب المحمدي اللي هتقول لنا ازاي نحضر السفرة، وهنسألها اسئلة كتير بتدور في دماغنا. ان شاء الله تبقى حلقة مفيدة ليكم. يلا بقى، مستنية تليفوناتكم اسئلتكم على الارقام اللي بتظهر على الشاشة، وان شاء الله تكون حلقة تنال اعجابكم. يلا بينا بقى هنقول وصفاتنا النهارده ونعمل مع بعض اول وصفه اللي هتكون عباره عن دبابيس فراخ بصوص المشروم. طريقه سهله جدا ولذيذه جدا وفي اي عزومه هتشرفك. يلا بينا بقى نشوف المقادير وبعدين نعرف مع بعض الطريقه. مقاديرنا هتكون 10 دبابيس فراخ حجم متوسط، طبعا ده بيرجع لعدد الافراد اللي عندك. عندنا كمان ربع كيلو مشروم متقطع شرايح، بصلتين كبار متقطعين جوانح، وعندنا كمان معلقه كبيره من الثوم اللي متقطع شرايح، معلقتين كبار من السمنه، هنحتاج كمان معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من البهارات السبعه، وملح وفلفل اسود. دي مقاديرنا النهارده، وان شاء الله مقادير زي ما انتم شايفين كده سهله وبسيطه ومش هتحتاج منك حاجه ولا هتحتاج وقت كمان في عمايلها. يعني لو عندي عزومه ولا حاجه هقدر اقدم طبق رئيسي ما ياخدش مني نص ساعه في عمايله. يلا بينا بقى نشتغل ونشوف هنعمل ايه. هنحط صينيه على النار ونجيب معلقه، ويلا بينا بقى علشان نحط السمنه. بسم الله، ضروري بقى السمنه تسخن كويس جدا. هنا عندنا المشروم فريش ومتقطع شرايح بالشكل ده، لو مش متوفر اقدر استخدم المشروم المعلب مفيش مشكله خالص. كمان البصل متقطع جوليان بالشكل ده، الفراخ متنظفه كويس جدا جدا، غسلينها وعايدين عليها نظافه ونقعينها في ميه وخل وبعدين شطفينها كويس قوي ومصفينها. يلا بينا بقى علشان نشتغل. حطينا معلقتين سمنه في صينية على النار وسايبينها تسخن كويس. احنا ما قلناش ان احنا عندنا معلقتين كبار من الكاتشب علشان ندهن بيهم دبابيس الفراخ بعد ما تستوي، عشان نحمرها كده تحت الشواية وتاخد لون حلو قوي، وطبعا بقدونس علشان نزين بيه الطبق بتاعنا. يلا بينا هناخد البصل والثوم ونروح عندنا على الصينيه اللي احنا حاطين فيها معلقتين كبار من السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا منى. ازيك يا منى؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف فاطمه؟ اهلا اهلا، ازيك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله طيبه. وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. الحمد لله. انا كنت عايزه اسال بس عن فخده الضاني، بس عندي فخده ضاني وعايزه اعملها حالا حالا. نقول لك يا حاجه منى، والله ما تحرمش منك ابدا ولا منك يا روح قلبي، حالا هقول لك. نورتي يا حبيبتي، تسلمي. بصي بقى يا حاجه منى، خدي تكلميه. طيب ماشي، طيب حاضر. ازيك يا توتة؟ ازيك يا توتة؟ ازيك انت عامله ايه؟ اخبارك؟ مليون سلامة، نورتوني والله. نقول احنا عملنا ايه؟ احنا حطينا معلقتين سمنة سخنوا كويس جدا، حطينا البصل نشوحه، كمان ترانشات الثوم اللي متقطع شرايح، وحط كمان البهارات. عندنا هنا بهارات سبعة وكركم، وحط كمان معانا الفلفل الاسود. لما نحط البهارات كده مع البصل والثوم وهو بيتشوح، ده بيخلي البهارات تتحمص وريحتها وطعمها يظهر اكتر. طب تعالوا نقول للحاجه منى الفخده الضاني على ما البصل والثوم يتشوحوا شويه. بصي الفخده الضاني هنجيبها وهنحضر معانا فصوص ثوم سليمه، ونحضر في الخلاط نحط فيه اربع فصوص ثوم، بصلايه كبيره، نحط طماطمتين، هنحط كمان معلقه كبيره من العسل، وهنحط ملح وفلفل وبهارات، وهنحط كمان حبهان باودر، ونضربهم كلهم في الخلاط. يبقى معايا كده الخليط ناعم جدا.
وهنجيب الفخده ونعمل فيها فتحات في السكينه ونغرز فيها فصوص ثوم سليمه، تمام؟ ونروح متبلين بقى الفخده كلها بالتتبيله اللي احنا عاملينها، اللي هي البصل والثوم والطماطم، ممكن كمان معلقه من الصلصه، ونحط كمان والملح والفلفل والتوابل كلها، ونغلف الفخده. وما ننساش نحط كمان شويه من عصير البرتقال، حوالي نص كوبايه من عصير البرتقال. هتسيب الفخده في التتبيله دي يعني مش اقل من ساعتين، وبعد كده لو عندك كيس حراري هتدخليها جوه الكيس الحراري، وتحطي معاها طرنشات بقى من البصل والجزر والكرفس، وممكن تحطي بطاطس كمان. لو ما عندكيش كيس حراري هتحطي الفخده في صينيه على طول، وتحتيها الخضار اللي احنا قلنا عليه اللي هو بصل، جزر، طماطم، كرفس، ممكن بطاطس، ممكن كمان كوسه، بس لو تحطي كوسه حطيها كبيره شويه، تمام؟ وبعد كده بعد ما تحطي الفخده غلفي كويس قوي وقفلي كويس بورق الومنيوم، علشان لما تدخليها الفرن هتدخليها على ارضيه الفرن ربع ساعه لغايه ما تاخد او تغلي مع بعض شويه، بعدين طلعيها على الرف الوسطاني تقعد بقى من ساعتين لثلاثه، مع مراعاه ان انا كل شويه ابص بصه كده اشوف الميه بتاعت الفخده نشفت ازود لها حبه ميه بحبه ميه لغايه ما تستوي معايا وتطلع دايبه كده وطعمها في منتهى الجمال. ومعانا مها، ازيك يا مها؟ طيب يلا بينا بقى نحط دبابيس الفراخ بعد ما شوحنا كويس قوي البصل مع الثوم والبهارات في معلقتين من السمنه. هندي تشويحه كمان للدبابيس. يلا بينا نحط الملح. دبابيس الفراخ من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت في التسويه خالص. تعال نحط لها بقى الملح بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنا سلمى، ازيك يا سلمى؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك عاملة ايه؟ حبيبتي الله يخليكي، الحمد لله تمام. تسلمي لي يا روحي، كلك ذوق. انا كبيرة يعني داخلة 60 سنة لا صغيرة. زي يعني بعمل كل حاجة حلوة، بس أنا بحب أقعد قدامك كده واتفرج عليكي وعلى ضحكتي الاموره دي. ربنا يخليكي ليا والله، ما تحرمش منك ولا من ذوقك. تسلمي لي. كل حاجه ورايا واقعد قدامك كده بس. ربنا يخليكي ليا يا رب، ما تحرمش من كلامك الحلو. حنفتي ده. تسلمي لي والله، كلك ذوق. الله ينور عليكي وتسلم ايديكي. ربنا يعزك يا روح قلبي. كل حاجه بتعمليها يا شيف فاطمه. ربنا يعزك يا روحي والله، كلك ذوق. ميرسي بجد على الكلام الحلو ده. انا هحتاج ورق الومنيوم، او ممكن ناخد الغطا ده هيمشي. بعد ما شوحنا دبابيس الفراخ كويس مع البصل والثوم والبهارات اللي احنا حطينا، اللي كانت بهارات سبعه وكركم وفلفل اسود، تمام، وديناها تشويحه حلوه كده، شايفين شكلها حلو قوي، ريحتها كمان هايله جدا. هغطي بقى سواء بورق الومنيوم او بغطا، وعلى نار متوسطه هسيب بقى دبابيس الفراخ تنزل ميتها وتستوي فيها، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه تاني. كده بقى احنا ممكن نطلع فاصل صغير خالص ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني على ما الدبابيس بتاعتنا تستوي ونشوف هنكملها ازاي. فاصل صغير خالص ونرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. لكم تاني، وقبل الفاصل كنا عملنا مع بعض دبابيس الفراخ هنعملها بصوص المشروم. تعالوا نبص عليها بصه، شايفين شكلها حلو جدا. هي محتاجه بس حوالي نص كوبايه ميه تتحط لها عشان تكمل تسويتها فيها، فهنضيف ميه مغليه. بسم الله، حلو جدا. ونغطي عليها ونسيبها تستوي، وبعدين نشوف بقى احنا هنعمل وصفه ايه تاني على ما الدبابيس تستوي. لما بيجي لي ضيوف ببقى عايزه اقدم لهم حاجه، والحاجه دي ما تغلبنيش في التقديم وكمان ما تغلبهمش في الاكل. يعني اقدم حاجه بشكل لطيف وفي نفس الوقت طعمها حلو
وعمايلها كمان سهله، وان انا اقدمها بطريقه وبشكل حلو ده كمان مهم جدا. النهارده هنعمل مع بعض ميني تشيز كيك، بدل ما نعملها في صينيه كبيره ونقعد نقطع وتتبهدل مننا، فاحنا النهارده هنعملها ميني، هتبقى لذيذه جدا، تدي لكل واحد واحده في طبق، فهيبقى شكلها حلو قوي وكمان طريقتها سهله جدا. يلا بينا نشوف المقادير وبعدين نعرف الطريقه مع بعض. هنحتاج 200 جرام من البسكوت، اي بسكوت شاي بتحبيه وبتستخدميه، في طبعا حاجات غالية جدا، في حاجات معقولة، اللي يريحك هاتيه مش مشكلة خالص، بس أهم حاجة عندنا هنا الزبدة، يفضل تكون نوعية زبدة كويسة لأنها تفرق جدا جدا في الطعم. يبقى هنحتاج 200 جرام من بسكوت سادة مطحون، هنحتاج له كمان ربع كوباية من الزبدة السايحة، وهنحتاج معلقتين كبار من الكاكاو. لو عايزة أعمل الطبقة لو عايزين نعمل طبقة البسكوت يبقى شوكولاتة، بدل ما نجيب بسكوت الشوكولاتة الغالي فهنحط كاكاو، لو عايزين الطبقة بيضة فهنخلي البسكوت سادة زي ما هو. تمام، يلا بينا كمان نشوف طبقة التشيز هتبقى شكلها ايه. عندنا 400 جرام من الجبنة الكريمي، اي نوع جبنة كريمي بس في انواع بتدي طعم احلى، نص كوباية من كريمة الخفق، هي كريمة الحلويات، نص كوباية سكر، علبة صغيرة من الزبادي، اتنين بيضة، معلقتين كبار من النشا، معلقة كبيرة من عصير الليمون، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. دي طبقة الكريمة، والوش بقى ده ليكي فيه مطلق الحرية، هتحطي صوص كراميل هيمشي، هتحطي صوص شوكولاتة هيمشي، ممكن نحط صوص اللي هو التوت اللي هو البلوبيري، أي حاجة متوفرة وأي حاجة بتحبيها، صوص فراولة مفيش مشكلة خالص. يلا بينا بقى علشان نشوف الطريقة. بداية كده هناخد البسكوت بتاعنا زي ما قلنا، بسكوت الشاي السادة، ونحط عليه ربع كوباية من الزبدة السايحة، وهنا قلنا دي سر الطعم الحلو، كل ما كان نوع الزبدة حلو هو اللي هيفرق في الطعم جدا جدا. هنحط كمان الكاكاو، ده لو عايزين الطبقة تبقى بسكوت شوكولاتة، هنحط الكاكاو الخام. ومعانا نادية. الو، الو، اهلا اهلا، ازيك يا بطوط؟ اهلا وسهلا، ازيك عامله ايه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يحرسك يا رب ويحفظك. ربنا يكرمك فاطمه يا رب. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. عامله ايه؟ الحمد لله والله. عايزه ايه شياكه؟ اكنك رايحه الكليه يا جمالك كده، وانت غنوده وعسل كده. ربنا يعزك والله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليك يا حبيبتي. تسلمي والله. انا النهارده عامله الملوخيه زي طريقتك اللي قلتي عليها. الله، ده ناجي اتغدى بقى. معلقه السكر والثومه النيه والكزبره النيه ما شاء الله. واخده بال حضرتك؟ طالعه بقى يعني. لا انا هاجي اتغدى بقى، هاجي اتغدى خلاص. يعني انا ده انا نفسي في الاسواق والله يا شيف فاطمه. تسلمي يا روحي، تسلم ايديكي. قمه السعاده اكون نفسي اشوفك كده شخصيا والله. ربنا يعزك يا روح قلبي، تسلمي. وطبعا الفريك انا هعمله، لان انا بموت في حاجه اسمها فريك. الف هنا يا رب. بس لما بعمله مفلفل بالكبد والقوانين بقى جميل. استوي معايا. ليه؟ لا انقعيه كويس الاول. عايزه طريقه بقى لحضرتك كده. خلاص. يعني يمكن بابله كتير ولا ابله قد ايه وكده يعني. نص ساعة اغسليه ونقعيه نص ساعة وصفيه وبعدين اشتغلي بيه. طب يا ريهام من فضلك اكتبي لنا طاجن الفريك بالكبد والقوانص نعمله ان شاء الله. نورتينا يا مدام نادية والله. يلا بينا بقى بسرعة نطحن البسكوت. بسم الله. عايزة كوباية، كوباية صغيرة. هايل جدا كده. خلينا البسكوت بدل ما بقى بسكوت ابيض ساده بقى بسكوت شوكولاته. تمام، بدل ما نجيب النوعيات الغاليه. تمام كده، حلو جدا. بس اهم حاجه واهم تكه هنا انك انت تحطي نوع زبده كويس، هو ده اللي هيفرق جدا جدا في الطعم.
طيب بعد كده هنعمل ايه؟ تعالوا بقى نحط البسكوت. هنا عندي قالب كب كيك عادي جدا، وده الورق بتاع الكب كيك. هبدا احطه كده في القالب الكب كيك، ونبدا نحط في كل واحده معلقه. قوام البسكوت عامل زي ما يكون رمله مبلوله بالشكل ده، واللي عمل كده طبعا هي الزبده. هنحتاج بقى كوبايه علشان نضغط بيها البسكوت عشان نسكنه كويس قوي في القالب. الفرن بتاعنا شغال على 170، كاني بالظبط هعمل كيك. هنحتاج صاج كمان يا جماعه عشان نعمل فيه الحمام المائي. تمام، تعال نعمل الكريمه بقى لغايه ما اجيب الكوبايه واضغط على البسكوت. هنجيب بوله وعندنا الجبنه الكريمي اهي، بسم الله، ومعانا شمس. اهلا. الو الو، ازيك يا شمس؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا روحي. لو سمعت عايزه عصير البنجر. البنجر؟ عينيا، حاضر، احلى عصير بنجر يا شمس، برافو عليكي، انا مبسوطه منك عشان انتي سأله على البنجر. بنجر من الحاجات المفيده جدا جدا، خصوصا للاطفال وللكبار والله. طيب تمام. هنجيب بقى المضرب. احنا حطينا هنا السكر والجبنه الكريمي، هنبدا نخفقهم بقى بالمضرب الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بعد كده بكريمة الخفق، بسم الله، والزبادي، وكمان البيض، عندنا الفانيليا، ونضربهم بقى كويس مع بعض. فاضل معانا عصير الليمون ومعلقتين كبار من النشا، هنضيفهم وبكده تبقى الكريمة عندنا جاهزة. ضربنا كده كويس كل المكونات مع بعض، وبقت الكريمة معانا جاهزة. هنقلب كده ونجيب الحروف بالشكل ده، شايفين القوام بتاعها حلو قوي. معانا مين؟ ومعانا مريم. ازيك يا مريم؟ عاملة ايه؟ ازيك يا شوف فاطمة، عاملة ايه؟ اهلا اهلا، ازيك، عاملة ايه، اخبارك؟ الحمد لله تمام، بحبك جدا والله. ربنا يكرمك يا روح قلبي، تسلميلي حبيبتي والله. انا اصلا كمان بعمل وصفات من اللي انت بتعمليها. حبيبتي تسلمي والله، وتسلم ايديكي الحلوه. شكرا. بس انا كنت عايزه اسالك سؤال. اتفضلي. هو ينفع اعمل الكريم كراميل في طبق البايركس؟
الكريم كراميل. اه ممكن طبعا. البايركس مش هيتكسر؟ لا لا مش هيتكسر، بس ما تحطيش الكراميل اول ما يطلع من النار لان حرارته بتبقى عاليه جدا، فاهماني؟ هتستني بس يهدى شويه كده وبعدين تبداي تحطيه، ويكون البايركس مش على رخامه، تحطي فوطه تحتيه، فاهماني؟ تمام ماشي تمام ماشي يا روح قلبي. ماشي ماشي يا روح قلبي، نورتيني. تمام بصوا احنا ممكن نضغط بايدينا، نضغط بمعلقه، نضغط بكوبايه، ما لقيتش صراحه كوبايه صغيره على قد الكب، فنضغط كده بالمعلقه. والكريمه عندنا جاهزه والفرن شغال على 170. اهم حاجه الضغطه دي، وهي بالكوبايه بصراحه بتبقى افضل حاجه، يعني لو عندك كوبايه صغيره هتنفعك جدا، مجرد انك انت تنزلي كعب الكوبايه وتضغطي هتبقى اخدتي النتيجه المظبوطه ومتساويه كمان. الزبده بتخلي البسكوت يتماسك مع بعضه ويديني طبقه حلوه قوي من تحت، طعم الكاكاو كمان هيديني طعم حلو جدا. كده خلصنا وظبطنا البسكوت في القالب، تعالوا بينا بقى نبدا نحط الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم، فوق كل واحده كده معلقه، هي طبعا هتنزل وتتساوى وتتظبط. طيب هسوي ازاي التشيز كيك او الميني تشيز كيك ده؟ هنجيب صينيه اكبر هنحط فيها ميه سخنه وندخل التشيز كيك على حمام ميه، مش هيستوي كده من غير حاجه، يعني مش هندخلها كده على طول فرن، لازم حمام ميه عشان ناخد نتيجه مظبوطه. فرننا على 170، هنحط التشيز كيك اول 20 دقيقه، ونركز بس في تكنيك التسويه، اول 20 دقيقه على 170، 10 دقائق كمان على 140، يعني بعد 20 دقيقة بعد تلت ساعة ههدي النار واخليها 140، واسيب الميني تشيز كيك كده 10 دقائق على 140، وبعد كده هفتح باب الفرن، هطفي الفرن بقى خالص وافتح الباب واسيبه مفتوح نص ساعة، ما طلعهوش على طول عشان ما يهبطش مني قوي. تمام. ومعنا زيزي، ازيك يا زيزي؟ الو الو الو. اهلا اهلا، ازيك يا زيزي؟ عامله ايه؟ اهلا فاطمه، اهلا بيكي حبيبتي، ازيك؟ سيوطي التلفزيون شويه عشان تسمعيني كويس. ما شاء الله على اكلك جميل، وانا عملت كذا حاجه من اكلك. ما شاء الله عليك. حاضر. تسلم ايدك يا قلبي، والله تسلم ايدك الحلوه. والله التحفه ما شاء الله، ما فيش حاجه طلعت وحشه. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يكرمك. تسلم ايديكي والله حبيبتي. طب ممكن اسالك سؤال؟ اه طبعا اتفضلي. ممكن نعمل البسكوت ده اللي حضرتك عملتيه في يعني نحطه في بايركس؟ ممكن طبعا. اه طبعا ينفع، بس احنا عاملينه النهارده ميني علشان لو عندنا عزومه، عندنا ضيوف جايين لنا، بدل ما نقعد نقطع والكلام ده، فهندي لكل واحد واحده، انما ينفع في بايركس، ينفع في اي قالب كيك عادي مفيش مشكله، بس هتحتاجي انك انت تقطعيه بالسكينه وتطلعيه. اما قالب التشيز كيك هو بيسهل لك برده انك بتفتحي الجوانب عشان ما يتبهدلش منك التشيز كيك. تمام، يلا بينا بقى ندخل على 170 20 دقيقه، وبعدين نهدي النار نخليها على 140 10 دقائق كمان. ومعانا مها. بسم الله، واضح ان في مشكله. تمام كده. طيب خلاص عملنا الميني تشيز كيك، قد ايه سهله وبسيطه، مش هتاخد منك وقت خالص، هو وقت تسويتها نص ساعه بس، خلي بالك 20 دقيقه على 170 10 على 140، ونص ساعه هنطفي البوتاجاز او هنطفي الفرن ونخلي الباب مفتوح والميني تشيز كيك جوه علشان ما يهبطش مننا. تعالوا بينا بقى نطلع دبابيس الفراخ اللي استوت، ندهنها بالكاتشب وندخلها تتحمر تحت الشوايه. بسم الله، هي كده خلاص استوت. شكلها حلو قوي ولونها كمان جميل جدا، بس محتاجه تاخد كده لون لطيف تحت الشوايه علشان تبقى مغريه اكتر للاكل وشكلها لطيف على السفره. ومعانا مدام امال، تعالوا بقى نضيف هنا المشروم. بسم الله. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اهلا، ازيك يا مدام امال؟ ازيك
ازيك ماما؟ الله يخليكي، عامله ايه؟ ازيك يا استاذ فاطمه؟ اهلا اهلا، جميله جميله جميله، ربنا يعزك، ربنا يخليكي يا رب، تسلمي ويسلم ذوقك. الو، ربنا يسعدك يا حبيبتي، تسلمي ويسلم ذوقك، ميرسي، نورتيني والله. واضح ان في مشكله، بس الصوت كده بيقطع. انا كان معايا الكاتشب اهو، تعالوا بينا بقى ندهن دبسنا الحلوه دي بعد ما استوت واخدت طعم البهارات وطعم البصل والثوم، وندخلها تحت الشوايه تاخد لون وبعدين نقدمها. ما تنسوش ان انا حطيت بعد ما شلت الدبابيس حطينا مكانها المشروم علشان بقى يستوي مع البصل والصوص اللي نازل من الفراخ. هندخلها تحت الشوايه بقى ونطلع فاصل صغير خالص، نرجع بعدين نشوف خبيره الاتيكيت معانا رحاب المحمدي، ونحكي مع بعض بقى ونسال الاسئله بقى المهمه اللي شغلانا كلنا. يلا ندخلها تحت الشوايه. فاصل صغير خالص وراجعين على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. تاني ومعانا استاذه رحاب المحمدي خبيره الاتيكيت، اللي هتعرفنا النهارده ازاي نجهز السفره. طبعا كلنا لما بيجي لنا ضيوف بنبقى محتارين ايه اللي يتحط وايه اللي ما يتحطش، خاصه لو عزومه وناس جداد اول مره يجوا لي، فحابه ان انا اعمل حاجه كويسه. واسئله كتيره بقى كتير هنسالها لها ان شاء الله. منوراني يا رحاب والله، وانا ببقى مستنيه اليوم ده. شيف فاطمه، حضرتك مش قادره تتخيلي كل الناس بتستناكي كل يوم، انا شخصيا معاكي. ربنا يخليكي، منوراني. ميرسي. ايه الجمال ده؟ والله احنا يعني حاولنا نلحق بسرعه عشان طبعا الوقت بتاعكم. احنا عايزين نقول انه توديب السفره حاجه بسيطه جدا وتقليديه كمان. تمام. بس على حسب نوع السفره، يعني احنا لو السفره بتاعتنا سفرتنا بتاعت كل يوم اللي هي احنا في بيتنا على ترابيزه الاكل في البيت او على السفره او في ترابيزه المطبخ، خلينا يعني بالظبط نعتاد على الموضوع علشان يبقى بالنسبه لنا حاجه سهله وبسيطه وتبقى حاجه يعني تقليديه طبيعية. عاديه جدا، مش محتاجين فيها نبذل مجهود. بالزبط. اللي هو علشان لما يجي لنا ضيف ما نقولش احنا قاعدين متعودين على طريقه وما بنروح عند حد بنتعود على طريقه تانية خالص. احنا عايزين نقول لهم لا، حتى لو احنا في البيت هنقعد على ترابيزه السفره او هنقعد على الطبليه واحد مفيش مشكله. تمام. بس لازم كل واحد مننا ايا كان قاعد فين يكون قدامه الحاجات اللي احنا هنحطها اللي احنا عاملينها دلوقتي دي. طب يلا نشرح بس بقى. خلينا نتكلم عن برضو فكره ترابيزه السفره التقليديه اللي مع الضيوف العزومه. كلمي بقى براحتك وانا هغرف علشان ايه؟ طبعا اولها طبعا الغلطه الشائعه اللي دايما بنغلط فيها فكره ان احنا بنشيل مفرش السفرة. طبعا انتم موفرين لنا النهاردة المفرش المطلوب جدا، المفرش التقليدي الأبيض أو أي لون، القطن القديم بتاع ماما وتيتا والجو الجميل ده، مش المفارش التقليدية الجديدة اللي هي فيها أكسسوارز وفيها استراس والحاجات دي. مش دي المفارش اللي احنا نقصدها، احنا نقصد ان احنا نسيب مفرش السفرة على ترابيزة السفرة المفرش القطن التقليدي دي. كمان بيكون المفرش يعني مش طويل قوي ولا قصير قوي، بيكون متدلي مثلا زي ما الترابيزه جايبه لنا برده، على الاقل 20 30 سنتي على ركبه مهمة اللي قاعد على الكرسي. يعني زي ما حضرتك كده ممكن يعني تختبري المفرش، تقعدي كده على ترابيزه السفره بتاعتك على الكرسي، ينزل على رجلك بالظبط، ما يبقاش نازل قوي، ما يبقاش مدلدل بالظبط، او مش متني على رجلينا واحنا قاعدين، مش بزياده. هو 20 30 سنتي حلو قوي، حلو جدا. دي الغلطه الاولانيه. اول حاجه بنعملها غلط، اكيد بتفرق. تكات حلو قوي. الحاجه الثانيه الاكسسوار موجوده على سفرتنا، ان احنا نبقى عندنا اكسسوار، بس ما يبقاش الاكسسوار العالي، الفازات الورد الكبيره، الورد الكتير في ترابيزه سنتر بيس مثلا، لا. احنا ممكن نستخدم الحاجات الرقيقه البسيطه اللي هي بس بتدي شكل حلو او لون حلو على السفره. بالزبط. لكن مش بتضايق الناس وهي الارتفاع ما يكونش عالي قوي بالظبط، وما يبقاش كبير واخد
حيز من السفرة يعني مش طبق مثلا فواكه او طبق ورد او حاجه من الكبير قوي اللي هيبقى مالي السفره واحنا طبعا محتاجين كل مكان فيها. بالظبط. هنروح كمان لنقطه برده مهمه قوي، منديل الاكل. المنديل بتاعنا التقليدي جدا اللي هو برده المنديل القطن الطبيعي اللي بيبقى جاي مع المفرش. المفرش ده بيبقى دايما فيه 12 منديل كده. بالظبط. هو ده المنديل اللي المفروض يكون معانا على سفرة، وبيكون طبعا احنا نقدر نضيف على شكل المنديل اي شكل جميل، مثلا ان احنا نلفه ونحط ستان، ان احنا مثلا نعمله بشكل مروحة، ان احنا ما نعملش فيه حاجة خالص ويبقى مجرد ان هو متني مربع فمثلث كده ويبقى شكله حلو. فين مكانه؟ هنا على اليمين، على الشمال، قدامي، على الطبق، زي ما فيش مشكلة. حلو ده. طب معانا عمر بقى يسألك سؤال. اتفضل. اتفضل يا عمر. الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا اهلا. بصراحه انا بحب اكلك حضرتك، اكل حضرتك. ميرسي ميرسي، تسلمي لي يا رب. الله يخليك. اوه، الخط فصل من غير ما نسمع السؤال. طب حاولي تتصلي بينا تاني ان شاء الله. كملي يا مدام رحاب. اتفضلي. عندنا بقى المنديل كمان معلومه عايزه اقولها للناس مهمه قوي، انه ايه فايده المنديل؟ ايه سبب المنديل؟ طبعا في خطا شائع دايما بقول لحضرتك انه الاتيكيت هي تصرفاتنا. اللي عايزين نفهم هي بتتعمل ليه، مش مجرد ان احنا بنعمل كده وخلاص. المنديل موجود مش علشان نحطه على يعني على صدرنا زي الاطفال، ولا علشان يفضل جنبنا نمسح ايدينا مثلا بيه. المنديل مكانه ان احنا لما بنقعد على ترابيزه السفره على الكرسي بنفرد المنديل كله على رجلنا بشكل مثلا. هنعتبر ان احنا برضو عايزين نقول للناس انه منديلنا ممكن يكون المنديل الورقي العادي جدا. يعني لو ما عندناش كمان هو بيبقى الطف لان استعمالي جدا. بالظبط. هنفرد المنديل، طبعا احنا مش عارفين نقعد قدام الناس، بنفرد المنديل على ركبتنا وبنتني المنديل من عند الركبه من بره لجوه. ليه بقى؟ يعني مفروض المنديل ازاي؟ مفروض على الرجلين وتانيين الطرف. وتانيين الطرف ليه بقى؟ لانه فكره المنديل موجوده علشان البواقي بتاعه الاكل اللي بتتساقط مننا، رز، مكرونه، حاجات كده، ينزل جوه المنديل وما يبوظش سجاده صاحبه البيت. الله، اهم حاجه بقى ما يبوظش سجاده صاحبه البيت. مش علشان ان احنا نستخدمه ونفضل نعمل كده وناكل ونمسح ايدينا، مش ده ابدا وجود المنديل. كمان المنديل بعد ما بنخلص اكلنا بناخده بشكل عشوائي زي ما انا عملته كده بالظبط، وبيبقى ده دليل على انه احنا لو احنا في ريستوران او مكان ان احنا خلصنا اكلنا. لما بنحطه بنخلص المنديل بنقفله وبنحطه جنبنا هنا كده، مش علشان بقى ان احنا نمسح شفايفنا ولا ايدينا. احنا حتى لو استخدمنا المنديل بنستخدمه بشكل الطبطبه على الفم. تمام. كده لازم المنديل يكون برضو على السفره في مناديل الورقيه اللي بتتحط. يفضل يفضل ان احنا نكون عمليين. في سؤال كمان، الملاحه، هل نحط ملاحه طبعا ولا طبق في ملح؟ الاتيكات بيقول لنا ان احنا دايما نفكر في الغير. يعني الفكرة الجميلة عن مفهوم فن الاتيكات انه تصرف كل التصرفات اللي ترضى الناس تعملها معاك. تمام. ممكن جدا فكرة ان انا احط طبق فيه ملح وفلفل وفي ناس ممكن تتضايق، يحصل اشمئزاز، حد خد منه، انا ايده كانت متوسخة شوية، خد ازاي. فاحنا نفضل في الاتيكات ان احنا نحط ملحتين فلفل وملح على جانبين السفرة، على السفرة عشان الجنب ده يطول والجنب ده يطول. ومن الاتيكات على فكرة ان احنا نمرر الملاحة لبعض حتى لو ما اتطلبتش. يعني ممكن انا اخلص الملاحة اديها للي جنبي. اوكي، هنكمل توضيب السفرة. عايزين ادوات السفرة طبعا الاساسي انه الشخص اللي قاعد قدام السفرة تكون الطلبات دي قدامه من بعد مثلا برضو 20 سنتي من بداية السفرة، يعني مش قريب قوي، مش قوي عشان ما يدلقش يعني مثلا الحاجة بقى. بيكون ايه اللي قدامنا بقى؟ الطبق الكبير اللي هو الطبق المسطح بتاعنا التقليدي اللي هنحط فيه المأكولات، الطبق الرئيسي بتاعنا، والطبق اللي اصغر منه اللي هو بنقول عليه مثلا طبق للسلطة، طبق لسايد، حاجة جانبية مش عايزة احطها في الطبق الكبير. تمام. وطبق الشوربة
الاساسي. تمام. دول الاساس في الاطباق بتاعتي. كمان لو عندي اضافه زي الملوخيه مثلا او الباميه، لانه ده من الاتيكات انه يكون على سفرتنا في العزايم نوع من انواع الخضار اللي مش محتاج معاه رز او عيش. زي الباميه مثلا باللحمه المفرومه او الملوخيه بتبقى مناسبه في العزومات لانها ما بتعملش ارتباك وبترضي جميع الازواج. طبعا اكيد كلنا بنحب الملوخيه. المعلقه والشوكه والسكينه زي ما احنا شايفين كده لازم يكون معانا ترتيبهم واتجاهاتهم بقى. بالظبط. المعلقه على ايدينا اليمين وبتكون الفتحه بتاعتها لفوق. لفوق. السكينه على واضح معانا؟ بالظبط. السكينه على ايدينا اليمين برضو. بالاستخدام السكينه على ايدينا اليمين والجهه المشرشره او اللي هي بنقطع بيها ناحيه الطبق. تمام. جنبنا هنا على الشمال الشوكة موجودة على الشمال. وبنستخدمها حتى لو بنستخدم بالشمال واحنا بنقطع. تمام. لكن احنا اللهم اجعلنا من اهل اليمين. بالزبط. بنغير ونستخدم ايدينا عند الحطة المظبوطة. ده المكان. الشوكة كمان تكون سنانها متجهة لأعلى. لازم برضو كل واحد فينا يكون قدامه كوباية المية وكوباية العصير ومليانين. على يمين الطبق قدام مثلا الشوكة والسكينة زي ما احنا حاطين كده، على اساس ان كل واحد زي ما حضرتك شايفه كده ما نقولش مثلا انا هحط كوبايات ونملاها واحنا قاعدين. بالظبط. ده مش الاتيكيت. الاتيكيت كده ان احنا معلقتنا الشوكه السكينه بتاعتنا اطباقنا كوبايه العصير كوبايه الميه. تمام. اول حاجه هنستوب عند النقطه دي عشان نطلع فاصل، بس قبل ما نطلع الفاصل عرفنا كم معلومه حلوه، شفنا ازاي بنجهز السفره وترتيب الاطباق وكل طبق لازمته ايه وفين هنحط السكينه والمعلقه والشوكه. هنطلع بقى فاصل صغير خالص ونرجع نشوف اسئلتكم ونشوف هنقول ايه تاني مع بعض. يلا فاصل صغير وراجعين على طول. لكم تاني ومعانا أستاذة رحاب المحمدي خبيرة الإتيكيت، وجهزت لنا السفرة وعرفنا إزاي نحضر السفرة. في سؤال اتسألي مهم جدا، بتقولي إحنا عندنا السفرة 6 كراسي، طب لو جالي أكتر أو عندنا 8 وجالي أكتر نتصرف إزاي؟ نتصرف إزاي؟ أولا إحنا عايزين نقول برضو إنه من الإتيكيت إنه الأطفال مش ضروري قوي تبقى قاعدة معانا على السفرة. فكمان من الإتيكيت إن أنا وأنا بعزم الناس أعزم على قد المناسب عندي. كراسي السفره يعني المساحه بتاعه يعني البيت زاد معايا فرد او اثنين اتصرف ازاي؟ نقدر نضيف كراسي من الـ يعني غير بتاعه السفره، اكيد بيبقى في البيت كرسي او اثنين. تمام. ممكن جدا، بس مش الضيوف اللي تقعد عليه، يعني ممكن اصحاب البيت ساعتها هم اللي يقعدوا عليه. حلو جدا. حاجه ثانيه ان احنا نقدر، جميل جدا من العزومات في العزومات ان احنا من الاتيكيت نعمل للاطفال او للشباب الصغيرين شويه سايد تيبل جنبهم تبقى فيها كل حاجه. ونكون كمان من الاتيكيت عاملين لهم الاكلات المناسبه ليهم. حلو جدا. يعني الاطفال البطاطس البانيه الحاجات الكفته اللي يقدروا ياكلوها من غير يعني الاستعانه بمامتهم يعني. ايوه. فكره ان احنا يعني نزود قوي الترابيزات او الكراسي بكراسي بلاستيك مش لطيفه. تمام. في سؤال تاني معانا اللي هو احنا خلاص قلنا الملاحه وقلنا المنديل. طيب الشوربه تتشرب ازاي؟ الشوربه جالنا السؤال ده، سؤال مهم جدا، لان الشوربه بتتقدم بطريقتين وبتتقدم بنوعين. اولا بتتقدم زي ما حضرتك عامله لنا كده. الشوربه اللي محطوطه في البوله بتاعه اللي زي المج اللي بايد كده اللي هي زي كده، او الشوربه اللي متقدمه في بوله الشوربه العاديه اللي هي التقليديه اللي من غير ايد. تمام. اللي من غير فرق مجد. بقى منديل دي بالظبط. طب نشوف كمان بقى. لو الشوربه ساده او الشوربه باضافات. يعني الشوربه الساده الجميله بتاعتنا اللي كلنا بنحبها، او الشوربه فيها بقى لسان عصفور او فيها خضار، شوربه خضار او كده. تمام. شوربه الشوربه اللي في المج بتستخدم زي المج بس مش من البدايه.
يعني نقدر طبعا بنستخدم المعلقه بتاعتنا. استخدام المعلقه يا جماعه بيبقى طبعا من جوه لبره، يعني بناخد على قدنا تمام. وفي الاستخدام نفس الطريقه بالعرض كده، مش كده يعني. المعلقه مش بنستخدم بتستخدم بالطول، هي بتستخدم بالعرض كده وبالسكب، بطريقه السكب ومن غير صوت. طبعا مفيش صوت خالص. احنا نقدر يعني فكره انه حتى لو سخنه شويه نسيبها تبرد شويه، او ان احنا نبلع الموضوع السخونيه ده من غير ما نعمل ده. موضوع صعب جدا ما ينفعش ان احنا نعمله. كمان نقدر نشرب الشوربه بتاعتنا باضافاتها لحد اخر قطره ممكن. وكمان بالمج نقدر نكمل زي المج، عشان طبعا ما نقعدش نخبط بالمعلقه تحت وكده. هو لا يفضل، بس لو اضطرينا يعني، لو الشوربه جميله جدا جدا لدرجه ان احنا مش قادرين نكمل حاجه يعني. الشوربه التقليديه البول التقليدي اللي من غير مج زي ده، يبقى ساعتها بنستخدم المعلقه للاخر. ويعني ممكن مثلا يعني ما يفضلش، لكن لو اضطرينا نميلها كده شويه، ان احنا ما نمسكش البوله في الاخر بقى. لا ما ينفعش ان احنا نرفعها خالص ولا نشرب بيها الشوربه بالطريقه دي. يعني نسيب حاجه بقى، الحاجات الحلوه اللي فاضله. اوكي، الملوخيه. من الاتيكات ان احنا زي ما قلت لحضرتك، يبقى عندنا على طبق على سفرتنا على عزومه اي وقت، رمضان او غدا او اي وقت، يبقى زي ما قلنا نوع واحد، صنف واحد من الشوربه، صنف واحد من الخضار. ضروري يكون موجود، ويكون الخضار التقليدي اللي الاذواق كلها لا تختلف عليه، زي الباميه او الملوخيه. ويكون زي ما حضرتك شايفه كده في بول صغير لكل واحد برضه. طب انا بحب الملوخيه بالعيش، ينفع وانا طبعا؟ ما هو فكره ان احنا يعني على الملوخيه بتاعتنا موجوده لكل واحد برضه زي الشوربه. العيش موجود كل واحد برضو، او على اتنين او تلات اطباق متقطع اربع تربع. العيش التقليدي بتاعنا البلدي الجميل. وطبعا احنا لو احنا عايزين ناخد العيش مع الملوخيه، بنستخدم بناخد القطعه بتاعتنا وبنقطع بايدينا مش بالفم. يعني لو حتى احنا واخدين العيش بتاعنا مربع صغير، برضو بنقطع بالايد وناكل العيش وبعدين ناخد الملوخيه او العكس يعني. انما فكره ان احنا نعمل ودن القطه بقى والحاجات دي لوحدنا براحتنا نعمل ده. لكن على فكره احنا عايزين نقول انه الاتيكيت مش بيعلمنا التكلف، لكن بيعلمنا نتصرف صح قدام الناس، اللي احنا برضو عايزين مظهرنا وشكلنا عشان الشكل العام يبقى لطيف. احنا في البيت نقدر نعمل براحتنا حاجات، لانه الحته دي ساعات الناس تقول لي يعني انا عايزاني اتكلف بره البيت غير جوه البيت. لا، احنا بنقول ان جوه البيت براحتك اكتر، لكن بره البيت حتى احنا مره عايزين نتكلم عن قعدات ووقفات وحاجات الستات بره البيت، مش محتاجين ان احنا نرتاح خالص. احنا الراحه مش موجوده لينا بصراحه غير جوه البيت. المره اللي فاتت قلنا في اطباق على السفره، لو زادت يبقى مش اتيكيت، ولو قلت يبقى مش اتيكيت. انا عن نفسي لما بعمل عزومه لازم اعمل مثلا، لو هعمل طيور هعمل نوع واتنين علشان ارضي جميع الاذواق، واسويهم بطرق مختلفه. فاهماني؟ اللحوم كمثل، لازم اعمل ده واعمل ده علشان كله ياكل. هو الاتيكيت بيقول لنا انه الصنف زي ما قلت لحضرتك، الشوربه صنف واحد، الخضار صنف واحد، السلطات صنفين، يكون فيهم السلطه التقليديه الخضراء بتاعتنا، وجنبها بقى نوع اي نوع تاني مناسب للمنيو اللي احنا عاملينه. النشويات لازم يكونوا صنفين نشويات، يكونوا مختلفين. رز، يعني مكرونه، محاشي، ولازانيا. ما نقولش ومكرونه بشاميل، سوري قصدي لازانيا ومكرونه بشاميل. ما نقولش محشي ورز بالخلطه، ما هو ده رز وده رز. بالظبط. احنا ننوع ان مكرونه، رز، وهكذا. رقاق، يكونوا نوعين فقط، يعني حاجات مش كده اكتر. يعني الناس بتتخيل انها كل ما زودت الاصناف ده كده احلى. لا، انا كده بعمل ارتباك كمان للضيف. للضيف. الفراخ او اللحمه او اللحوم كمان برضو من الجميل انهم يكونوا صنفين. ويعني لو حضرتك قلتي انه عملتي صنفين فراخ، فعملتي واحد بانيه وواحد مثلا زي ما حضرتك عامله، يبقى لطيف. ليه بقى؟ لانه انا هنا برضي جميع الاذواق اللي بتحب اللحمه واللي بتحب الفراخ. ما ينفعش احط مع الفراخ واللحمه اسماك. يعني في ناس تقول طب انا هعمل فيليه على اساس انه الناس اللي بتحب السمك. لا، انا لما بعمل سفره اسماك من هي الاتيكات كامله، الناس اللي معزومه عندي اتصل بيهم. ده اتيكات على فكره. ان انا اقول يا جماعه انا عامله كذا، مش عامله كل السمك بس.
يعني انا سفرتنا النهارده هتكون مثلا في شم النسيم اسماك رنجه فسيخ لانه في ناس ما بتاكلش الحاجات دي ونبقى عازمين عليها بالظبط. الناس عارفه ان هي جايه تاكل سمك لو جم ولقوا مش حاجه غريبه بالظبط بالنسبه لهم. هو بس سؤال صغير عشان جالنا قبل ما نختم طبعاً. الحمام من الحاجات اللي اكلها صعب جدا ينفع اكله بالشوكه والسكينه؟ لا لو ملكة انجلترا اتقدم لها الحمام هتاكله بايديها. في احنا مره جايه ان شاء الله يعني مع فريق الاعداد منسقين ان احنا نتكلم عن بعض الاكلات اللي بتتاكل بالايد مش أيوة بالشوكه والسكينه كتير جدا جدا والناس لما طيب بتعمل علشان العكس عشان بس ما نتكسفش انه ده الصح وده مش الصح عشان ما نتكسفش كده واحنا عندنا عزومه او عازمين حد انا ممكن ما اعملش حمام عشان اقول ما احرجش الناس تاكله بايديها وكده. الحمام بيتاكل بالايد بس طبعا مش بطريقه يعني دايما الايد بالثلاث صوابع دول نقدر نستخدم ايدينا في حاجات كتير جدا دي حلقه بس دي خاصه خلاص احنا ان شاء الله نتفق على ايه الاكلات اللي هتتاكل بالايد عشان نيجي بقى ونقعد ناكل بايدينا كده. انا عايزه اقول لحضرتك انه حضرتك عامله حاجه اتيكيت جدا النهارده ولو انه يعني ما كانش يعني عملتيها بدون لا انا قصدي بخبرتك الجميله انه لما بتقدمي لضيوفك فعلا سويتس او حلويات او حاجه دايما دوري على الاسهل ليهم صغيره كمان ده بقى بيتاكل بالايد يعني خلاص. شوفي حضرتك عامله ايه البيتزات والحاجات اللي هي باليد دي بالايد هايل جدا بجد استفدنا كتير النهارده شفتوا السفره وجمالها ازاي نحضرها طريقه سهله جدا وبسيطه جدا بس اكيد هتفرق في انطباع الضيوف اللي جايين لك عنك. يا رب تكون الحلقه النهارده عجبتكم. بشكر جدا خبيره الاتيكيت رحاب المحمدي اللي نورتنا حضرتك. النهارده وان شاء الله حلقات تانية كتير مع إن شاء بعض الله. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله. هستنى تعليقاتكم على الحلقه ايه رايكم فيها وتطبيقات للوصفات ان شاء الله. يلا على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.